unfreiwillige Zimmer. Mhm. Wollen wir uns hier? السلام عليكم. اليوم ان شاء الله جيناكم في دي بيتي فور اللي هو لي ديشيس اللي غادي نخدمو في هاد لي شابلون. ها هما راه موجودين في السوق. لا روسيت ديالنا اللي غادي نخدمو بها بسيطه. غادي نديرو لوز لامون دون بودر, سواء تديرو لامون دون بودر اللي هو تيكون جاهز, اولا تاخذوا اللوز وطحنوا. انا خديت اللوز وطحنته. علاش؟ لحقاش اللوز بقشرته الى طحما تيكون فيه لوغو احسن من اللوز بيض اللي بلا قشره. انا كنفضل هذا, غربلته وهذاك التغربيل ديالو داك اللي باقي حرش هو كنعزلو هنايا. هذا هو اللي غادي نديرو من الفوق ديال البسي فور ديالنا. بون, لا روسيت اللي عندنا شنو كاين فيها؟ الماء ديال البيض, بياض البيض 125 غرام. عندنا هنا سكر كلاصي 100 غرام. هاد اللوز هذا ما كنعبروش, هذا حيت كنديرو غير من الفوق, كتكون تقريبا واحد 150 غرام. هنا السنيده 75 غرام, بودره هاد اللوز 175 غرام, و25 غرام ديال الزبده دايبه. على بركه الله عندنا مقادير بسيطه وقليله وكتعطي. عندنا هذا لي شابلون, فوالا هاد لي شابلون اللي هما غادي نخدموا عليهم. انا عندي هنايا سته ديال لي سورت, كاين فيهم هاد الكاري, فيهم هاد الدمعه, فيهم الاوفال, فيهم القلب, وفيهم الدايرين. فين كتاخذهم هادو؟ خديتهم عند سي صابر في الدار البيضاء, وممكن الا بغيتهم هنا موالين مراكش راه يقدروا يلقاوهم حتى هنا في مراكش يجيبوهم ليهم, حيت انا دابا كنتورنيو في مراكش. وكاينين في كازا, ماني الناس ديال كازا راه كاينين عند سي صابر في ضرب عمر, وحتى في مراكش ان شاء الله راه غادي يكون, تما غادي يكون ان شاء الله هنا في مراكش. بسم الله. كنبداو ببياض البيض هو الاول, كنديرو عليه اللي قلنا هاد بياض البيض 125 غرام, كنخوع عليه هاد 75 غرام ديال السنيده ونديرو عليه طلع. خصو يطلع مزيان وناجح. وي يطلع. البلونطوف ديالنا هو كي كتشوفو طلع, هو مزيان. بالنسبة لزامون ديالي اللي هذا 175 غرام مع 100 غرام سكر كلاصي, غادي نطميزي يعني غربلهم. اي الغربال يعني بودرة اللوز والسكر الثقيل. الغرد باقي ما جبناه, غير بعض الصفايح حيت الغبار ما جبناهش. هاي راه كنعيو ما نجيبو وما كان باقي, خاصنا بزاف د الحوايج. فوالا حتى هادو فاش كنعبرو راه درنا غير هاد الزليف. ان شاء الله باش نجهزو كلشي راه سي با فاسيل, حيت جينا لهنا لمراكش ما بغيناش نضيعو الوقت بلا ما نسجلو. الناس ديالنا راه مولفين المشاهدين, يعني خصنا نسجلو واخا ما كملناش الماتيريال. ضروري خصهم يتغربلو. وي تيتغربلو باش كيدخل كلشي في الخلاط مزيان. فوالا غادي نجمع هاد البلونطوف ديالي. غادي نكبو الخليط ديالنا بشويه بشويه ونخلطو. بسم الله. والتخلاط راه ساهل, ما تخافوش يطيح ليكم, خلطو مزيان وصافي. انا كيما قلت لكم هذا يمكن تديرو ببودره ديال اللوز اللي هي جاهزه مطحونه, وممكن تاخذوا اللوز ديالكم وتنقيوه وتطحنوه. كتجي بنينه حتى باللوز اللي بقشور. لا, هي اللوز اللي بقشور كتجي احسن. هنا كيبقى لينا الزبده حتى تخلط لينا الخليط ديالنا مزيان. عاد كنضيفو ليه 25 غرام ديال الزبده دايبه,
فوالا انا غير تخلط لينا هاد الزبده صافي نحبسو عليه التخلاط. فوالا على بركة الله غادي نبداو بهاد الشابلون ديالنا. الخليط ديالنا هو واجد ونحطها في طاقة من الجوج. وما نساوش سائل المدن المغربية اللي إلا ما عندهمش بحال هاد لي شابلون راه غير يطلبوهم من البائعين ديال لوازم ديال الحلويات وراه يوجدوهم ليهم، لأن راه الدار البيضاء كتوزع على كلشي المغرب. هانتوما كنحاول معاهم كندوزو على بعد بالكورنا حاول قاد كل شيء صافي ومسح لهم هذا فهم الفوق ما نوركش هاي باش نخليها شوية عامرة يكون غليظ شوية ما يكونش رقيق بزاف. هانتوما اللي كنكملو كتهز بكل سهولة فوالا كنهز هادي ديالي بحال هكا والركلية بوحدها راه ما كيضيعش هادشي حتى حاجة ما كتضيع. هانتوما هادشي اللي كناخد هانتوما تشوفو المنظر كنركلي وهنا هادوك تيجيونا مقادين مزيان. هانتوما المنظر جميل وحتى ال سميتو السمك ديالهم راه كيكونو مرقاق. فوالا هنايا كل وحدة كنديرو فيها غير واحد الكمية ما كتيرش بزاف وهذا المقادير كيعطونا كميه كبيره راه كيبارك ها كيما قلت لكم ما نوركش على الجلد باش يولي مرقى غير كندوز واخا تبقى شايط في تبقى شايط ماشي مشكل راه ملي كنحيدو الجلده كنهزو من هذاك الشيء اللي بقى لينا وداك الشيء اللي بقى لنا كنعاودو ريكيبيريو عاوتاني كنعاودو نستعملوه فوالا هانتوما راه ما كنوركش على السيليكون ديالي باش ما باش يجي رقيق كنخلي ليه السمك ديالي يكون شويه دايب. فوالا صافي وكنهز السيليكون ديالي هانتوما بسهوله هانتوما تيبقاو الاشكال زوينين وهنا كنريكيبيري انا هاد الخليط ديالي هانتوما هادي ها هي بلاكا كتهزينا جوج ديال السيليكون ما كنطيبوهمش في الفران معاهم جوج ديال لي شابلون جوج ديال لي شابلون فوالا غادي نعاودو نديرو الاشكال الاخرى بيان سور غادي نديرو اشكال اخرى ها هما الاشكال الاخرى بسم الله وهانتوما الكمية باقية عندنا هانتوما يعني كتجي كتبارك مزيان راه غير شوية فوالا هاي وفي نفس الوقت كنريكيبيري هذاك الشيء اللي كيشيط ليا وراه ما كتخسرش ما كيخسرش الخليط كاينه وصفات اخرى بهذا لو شابلون وي كاينين ان شاء الله كل مره ندير لكم بها شكل هذه المره درت لكم هذا الشكل مره اخرى ندير بهم شكل اخر وصفه اخرى وصفه اخرى ان شاء الله ها انتما شحال خرجت لنا ديال لا كونتيتي يعني 2 4 6 7 7 ديال لي بلاك ديال السيليكون خرجت لنا ديال الشابلون. دابا هادو غادي ندردرو عليهم اللوز ديالهم عاد باش ندخلوهم لطيبون. وي عندنا هاد اللوز هاشي هو كنعمرو بهم كبر اليوم مزيان هانتوما شتو كيبقى بلاتي وريلي شتو هما نخليهم هكا زوينين شتو كي دايرين هنا باش يتلبسو كلهم مزيان نحرك كوبلايك باش البصل ما يطلعش فوالا شتو واو يجيو رائعين لي بلاك ديالي ديال التيفور هما واجدين
الفران ديالي ها هو سخون 160. انا كندير هاد السير 30 هنايا لحقاش انا الفران عندي شويه مجهدين الفرفرات كيطلعوا لي بابيي، داكشي اش كندير لهم هاد السير هنا. شحال ديال الوقت غادي يشدوا في الطياب؟ غالبا وليا تحمروا شويه ملي غادي نسمتو نقول لكم واش حد صرفوا. هما لي ديشيز ديالنا طابون، هانتوما يجيو محمرين يعني ياخذوا الدون ديالهم. الفران كلها على حساب الفران ديالو، ما غادي نقول لكم لا 10 دقائق ولا 20 دقيقه، فيما ياخذوا لكم لا كلور بحال هكا خلي تخرجوهم من الفران. بالنسبه للحشوه ديالهم باش غادي نكارنيوهم، انا خديت هنا 150 غرام ديال البخاليني و 150 غرام ديال شوكولا فيليش، غادي نخلطهم هما باش غادي نكارنيوهم. شوكولا اولي، شوكولا اولي وي، غادي تذوب دابا الشوكولاته وتحطها، غادوب الشوكولاته ونخلطها مع البراليني صافي، ونخلي هاد البتي فور ديال التي برد كاريمون، ما عرفتو مع الشوكولات وهذا يكون سخون لا سي تي برد كاريمون، عاد نكارني معكم ان شاء الله. يعني نخليو هاد لي بتي فور ديالنا يبردو تماما عاد نبداو في الحشوه. تمام، الشوكولا ديالنا اللي خلطنا مع البراليني ها هو خلطناه وخلينا حتى برد شويه، دابا غادي نكومونسيو نكارنيو به دابا الحشوه ديال كميه كافيه. ما نكثرش بزاف عاود. ايه بهذا الشكل المربع. ايه صافي نسدتوهم. ملي كتخلط الخليط كتدخلو شويه الثلاجه. الثلاجه باش يشد راسو. صافي وكنكارنيوهم. هيا الحلوه ديالنا بعد ما تكارنات بعد ما درنا ليها الحشوه، الحشوه ديالها ها هي واجده. شتو كتجي روعه بسم الله فوقها قرمشه وبنينه هائله، خصكم تجربوها مع الكارنيتور ديالها ديال الشوكولا مع البراليني كتجي روعه. يلا ما ترددوش تحضروها، تمنيتها لكم تصوبوها وتذوقوها تنتو. يلا اللي كيشاهدنا اول مره يشترك في القناه، ينقر على الجرس يوصلو الجديد، حطوا تعليقات ديالكم، حطوا اعجاب، الصحه والراحه. هادي ما كتذوبش في الفم، هادي راه مقرمشه. هادي كتمضى مقرمشه هادي. يلا الصحه والراحه.